انطلق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع ضمن فعاليات الحوار الوطني لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. تضمن اجتماع اليوم إنهاء المجلس الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد السبت الماضي ثالث جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وثمن المنسق العام ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلع إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة. ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.